يكاد يكون من المواضيع الحارقة، برشا تفاعلات وبرشا أسئلة، وإن شاء الله نحاولوا نلقاو الإجابة والاستفسارات ولا نطرحوا الإشكاليات اللي تخامر كل التوانسة اللي تبعوا فينا، مهنيين، تجار، بطالة، شركات، مؤسسات، رجال أعمال. يعني بالفعل موضوع الساعة وحديث أكيد لا يخلو من الإثارة والتشويق والحيرة في نفس الوقت. نرجع معك سي أنيس في إثارة التفاعل مع مراد، ثم أكيد نمشي سي هيك. مراد تحدث تو على دور البنوك باش يقوموا بالتو كما قلت يعملوا مجهود، أما أوكي، أما ثم مجهود آخر معاه اليوم، مجهود البنك المركزي اليوم. الحل أنك تعمل أن جيشي سبيسيال، سميه جيشي كورونا. في حاجتي أعطي للبنوك أنتو أقل من الطول اللي نحكيه عليه تو، أعطيها بآن ولا 2% ولا ب3%، هذاك تتحدى البنك. اثنين، أعطيها لابوسيبيليتي دو روفينانسمون تاع الكريدي، حتى في حاجات اللي هي في العادة ما نجموش نعملوا لها روفينانسمون. سالش هذايا زوز نقاط مهمين ياسر، نربط بنقطة صغيرة برك ونتعدى، باش ما ننساوش الفيتير اللي تعدى. راهو تعرف قداش اليوم، باش نعطيك أرقام، 400,000 متضرر من اللي من السيرفيس دو من السيكتور دو باتيبا. عندنا 700 شخص، عندنا 700,000 ديريكت تو اللي نعرفوهم من التوريزم، عندنا 410,000 دي فورفيتير في المهن الصغرى، هذوما متضررين ديريكتومون. عندنا حاجه اخرى اللي برشا ناس قاعده تنسى فيها اليوم، مؤسسه القروض الصغرى اللي وقفت اليوم، عاش تعمل في ريكوفرمون، واللي برشا عباد عايشه وقاعده تعمل في مشاريع صغيره اترافير مؤسسه القروض الصغرى. هذيك علاش انا حسب رايي ونختم بالكلمه هذيا، ال 500 مليون دينار اللي تحدثت عليها الحكومه ورئيس الحكومه باش يحطها على ذمه البنوك، راي شويه وشويه برشا. واضح بربي. نقعد معك سي أنيس، سمعتك أعطيت اقتراحات للخروج من الأزمة، ونحب نكون فاعلين وإيجابيين، يعني أوكي ننقضوا ونتفاعل مع ما قاعد يحصل في الشارع وخاصة مع المؤسسات المواطنين. طالبت وزارة المالية بالإسراع بإعادة فائض الأداء والضريبة على المؤسسات من بين الحلول وربما اللي اقترحتها للخروج من هذا الوضع. أيضا عندك مطالب أخرى من البنك المركزي كنت تحكي عليها، ومجلة الشغل الذي تحدث عن البطالة الفنية، قلت اللي قانونيا ماهيش قائمة الذات في هذا الوضع لأنه وضع خارق العادة، ماهيش منصوص عليها الآن، ما تستجيبش مع الشوماج تكنيك اللي احنا نعيش فيها الآن في عديد المؤسسات. شوف بالنسبة للفائض الأداء، نعرفوا اللي عندنا برشا مؤسسات في تونس بطريقة أو بأخرى مسلفة الدولة، وقت اللي تخلي التيفيا نتاعك عند الدولة ولا تخلي الامبو نتاعك عند الدولة اللي عدة أسباب يعرفوها التجار، هذوما ثم تعقيدات كبيرة باش نرجعوهم. اليوم وعدت الحكومة وأنها باش ترجعهم في المرسوم، ونعرف في المرسوم ما تستحقش مرسوم، ما تستحقش، لا في المرسوم مطروح، لا ما تستحقش مرسوم، هذوما لا تستحق، لا شوف قلت لك ما تستحقش مرسوم، إجراء إداري عمل لك مطلب، أعمل فيه قرار ورجع الفلوس. تغيير الإجراء واستبداله في المسألة المالية يجب أن يكون مقتضى قانون. اليوم من بين المراسيم المصادق عليها المجلس الوزاري اليوم تتعلق بالموضوع هذا يا سيدي، مش مشكلة أنا نعرف، وبتخفيف الإجراءات موضوع الشيكات كذلك، رجع فلوس لعباد اليوم ما غير ما تقعد تستنى باش نعمل كنترول ولا باش نقعد، ثم دي كوميسيون قاعدين يسيروا راهو باش نقولوا معناها ككلمة حق. وزارة المالية قاعدة تخدم وعاملة مجهود كبير، وأدعو كل التجار اللي عنده أن روبور دامبو يمشي يطلبوا من عند الدولة. بالنسبة للشركات فما خالي سيانيس يحكي عليه أحسن، les acomptes provisionnels سمح هذه 90% نتاع المرابيح نتاع عام اللي فات لازم نخلصوهم السنة، حتى كان السنة باش نخسروا فلوس، دونك هذه حاجه مهمه زاده لازم يصير. نقطه ممتازه، سامحني كان باش نقص عليك نقطه ممتازه، ما ندخل في التفاصيل انت انت تثير هو بس شيء قد من التفاصيل. المؤسسات تدفع بالمسبق 90% من الامبو نتاع مناول، اذا كان نعرفوا الكل السنة وانه المؤسسات الكل الربح نتاعها باش ينقص، حتى البنوك نقولوا فالسه كلها باش ينقص. الطلب وطلب ملح جدا انه سناو يعطيك الصحه نحيو لي زاكونت بروفيزيونيل. انا كونت بروفيزيونيل جاي لو 25 جوان باش نعطي تسبقه ب 30% على الامبو نتاع عمناول منين جبته انا،
ومارس وديسمبر. راهو مش راهي ماهيش بدعه تونسيه, ماهيش بدعه تونسيه, كل دول العالم عملت ديزيفار كبار في توسكي فيسكا. توا كانت الشركات تعطي تسبقه, الان الشركات هي تحب على التسبقه. مراد لا هو الكلام اللي يقول فيه معقول طبعا, المجهود اللي عملته الدوله مجهود كبير ياسر طبعا. سامحني جست باش نوضح الامور, مش باش الشركات يعني تربح اكثر فلوس السنه هذا, جست باش تحافظ على كما قلت على الديمومه نتاعها, على ديمومه مواطن الشغل ما تموتش. لا هو الكلام اللي قاله مهم جدا, ما حبيتش ندخل في التفاصيل الفنيه. علاش؟ خاطر كيفاش تحسب الدوله تقول لك انت في 2020 نعمل معناها ايبوتيز وانك باش تعمل نفس العام تاع 2019 اللي هو معناها حساب غلط. قد يتطلب ممكن شويه وقت باش الاداره الجبائيه تعاود تحسبه, ولكن على العموم يبدو لي هذا لازم يصير رابيدمون. علاش عادل؟ فما عنصر احنا ما حكيناش عليه برشا, ولكن ذول الناس كل هنا تشات وانت جبت عليه شويه, عنصر الوقت. مع كل احتراماتنا للقرارات اللي خذتهم الدولة التونسية, واحنا اليوم لاحظت على كل بلاتوات ملاحظين الكل الصحفيين, احنا على العموم اوني اندولجون مع الحكومة التونسية هذه, ونعتبروا انه المجهود اللي عملته 850 مليون دولار مجهود كبير ياسر, 2050 مليار 2500 مليار مجهود كبير ياسر. هي ممتاز ما فيهوش حتى بالنسبه لوضعيه الدوله زاد, اما توا الوقت يجي بالنسبه لوضعيه الدوله, ولكن التدابير اللي خذتها الدوله نظريا والمراسيم سورتو كتوا التفويض من البارح, معناها السيد رئيس الحكومه حر انه يسير الامور كيف ما يحب بالحكومه اللي فيها وجوه من حزب زميلي. راهو تايم از ماني, تايم از ماني, الوقت فلوس. وهذا نفس الشيء يقولوه طبعا للاداره الجبائيه, وكلامك صحيح 100%, وللبنوك كذلك. راه هذا نتاع نستنى ونستنى ونستنى. الازمه الصحيه بدات نهار 29 فيفري, احنا اليوم نسوم لو 12 افريل, لو 12 افريل تعداو تقريبا 40 يوم. تنجم تقول لي انت فما بعض الصعوبات مش مسجله ديريكت لو 13 لو 13 افريل سامحني باش ما نقولش كلمه 13 تو تقريبا خمسه جمعات واش سته جمعات تقريبا. راهو فما ناس مبقبقين اللي ريناهم بليك الفيتير اللي ورا عاد, معناها ناس باش تغرق وزياده يعرفوا باش تغرق. لازم شويه سرعه, مش اعمل مطلب واستنى واعمل ملف وزيدك 22 وبعدين نزيدك حاجه اخرى في البلاتفورم. ربي ربي سهلوها. لا كلمه مهمه, سهلوا على الناس في البلاتفورم. لي بلاتفورم اللي قاعدين يصيروا توا نتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه ونتاع وزاره الماليه وغيره, بتعرف برمي لي دوموند شنو نطلبوا؟ نطلبوا وثائق تثبت انك المؤسسه نتاعك تضرت اكثر من كورونا. لا هو فما اللجنه عاد هذه اللجنه اللي تعملت, اللجنه نعطيها ملف, اللجنه اللي تعملت نعطيها ما يثبت اللي انا تضررت. شو نعمل؟ نبعثها قرار لواميس اللي راه ثم وباء في العالم اللطف. شوف يعني ساعات نطلبوا في مطالب, تبعث لها التسجيل نتاع رئيس الحكومه اللي نطلبوا في مطالب ما عندهاش معنى, قاعدين نعجزوا في العباد باش تعمل المطالب نتاعها. بالنسبه لنقطه الجبايه سجلها عندك. بالنسبه للجبايه نقطة ستة من إجراءات وزارة المالية. سريع الدافع على الحكومة واللي لا أنا نعطيك في الخطر تمس المؤسسة, وكي تمس ايه؟ المؤسسة تمس البنكة. إيه موزودة أعطينا الإجراء الإجراء فيه تمكين هذه المؤسسات المتضرة من جدول ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 7 سنوات. معناتها فما إجراءات, فما إجراء متاع البونيفيكاسيون متاع 3 بوان, هذاك اللي يتعطى اللي مازالوا ما خذوش البونيفيكاسيون القديمه. اي توا بالك هو المرسوم الامر خرج في ديسمبر والتو تنفذ. توا المرسوم اللي خذاه السيد رئيس الحكومه باش ينفذوا, باش ينفذ بيان سور ومعاه الاخر ولا ينفذ القديم بالتنفيذ 300 مليون 300 سريحي الشكليات مش وقتها. والله لا هو وقتها, ناس واقفة على الخدمة, ناس مش لاقي كيفاش تخلص خدماتها. بالنسبة للشيكات نقصوا شوية من الشكليات, الشيكات الشيكات اللي هي رجعت فما مرسوم اليوم نورمالمون تصحح باش يقع تاخير الاجال هذوكم تعليق الاجال. تعليق الاجال تعليق الاجال هذه مسألة مهمة. تعليق الاجال ب 15 يوم بعد رفع الكلي للحجر, معناها هو باش يصير للمؤسسات اعتقد ان رفع تدريجي للحجر وانطلاق الاجال من جديد باش يكون بعد 15 يوم, واعتقد انه اجراء مهم وجراء معناها عملي ومهم. انا بربي حبيت ال 15 يوم ردوا هنا شهرين. اي انيس انيس خلينا هم بطبيعتهم تقريبا شهرين. لا هو بطبيعتهم تقريبا شهرين. انا نحب نقول انه مفهوم المرسوم وفلسفه المرسوم
هي أنك تاخذ اختصاص تشريعي للبرلمان ينجم يطول ونقاشات وعرض ويطول أشهر باش يتاخذوا السلطة التنفيذية في الأوقات الاستثنائية كما الموجودين فيها احنا اليوم. وهذا صار البارح، خرج في الرائد الرسمي، اليوم تقدمت المراسيم لي على المجلس الوزاري، غدا ستنشر في الرائد الرسمي أو بعد غد وتصبح نافذة. صحيح يلزم الإدارة التونسية تخلص من بيروقراطية، جيب لي مضمون وجيب لي ما أعرف شنو واثبت لي حاجة سلبية. إثبات الحاجة السلبية راهو تقريبا مستحيل، معناه تحب نثبت لك اليوم اللي لازم استعجالي في كل شيء اليوم، وهذا هو استعجالية، هذا هو صحيح استعجالية، وخاصة تطبيق يكون بسرعة. الحكومة هي في الإطار هذا وفي الذهنية هذه والعقلية هذه انتاع الإسراع والواحد، الله غالب ساعات الإدارة محافظة بطبعها، معناها تحب الوثائق، تحب حتى في فرنسا تشوف اليوم في فرنسا الناس كلها تكتب، ممكن هم يكتبوا أكثر على الواحد بربي. أبشر رجع لك أنا سي هيكل، أكيد باش نوقف في مكالمة هاتفية مع زميلنا نزار بهلول إعلامي أكيد اللي تبع خطاب ماكرون، وشفت أنا حتى تدوين عليه على صفحة الفيسبوك متاعه، أكيد صاحب موقع بزنس نيوز. نزار أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا وسهلا عادل، نحكيه على طبعا على الإجراءات، ونحكيه على تساؤلات حارقة اليوم في تونس على الإجراءات اللي عملتها الدولة، الإجراءات المطالب أنه البنوك تعملها. شفت التدوينة متاعك في علاقة بخطاب ماكرون وفي التعاطي مع هذا الموضوع، أكيد نخلي لك المجال باش تتفاعل معنا بطريقتك حول هذا الموضوع. عادل، الرئيس الفرنسي توقف تكلم على العديد من المساعدات المؤسسات الفرنسوية مش يعاونها، مش ما يصرفوش العمال، مش ينقص من البطالة، مش يعاودوا بعد ما توصل يوفى الكونفينمون يعاودوا تعاود ترجع الدور الاقتصادية تعاود ترجع تخدم على روحها. واليوم في الخطاب نتاعو قال راهو باش نزيدوا نسهلوا، وصحيح قبيلة واحد في الاستوديو نتاعك توا يحكي على البيروقراطية في فرنسا، والاشكال نتاعنا في تونس انا نتبعوا فرشة في فرنسا والبيروقراطية نتاعها، معناها ورثنا من مساوئ البيروقراطية الفرنساوية. احنا خطنا البيروقراطية الفرنسية بصوت كبير. كي راهو في تونس شنو صاير اليوم، المؤسسات الاقتصادية التونسية بما فيها الجرائد بما فيها وسائل الإعلام ما عندها حتى إعانة غريتها من الدولة، بالرغم من الوعود اللي عملها رئيس الحكومة من 21 مارس الخطاب نتاعو اللي عمله وقتها، وقال راهو باش نعطيو للمؤسسات باش ما نخليوش العباد بطالة وكل، لليوم كيف جمعت بعد مازال ما المؤسسات هذوما مازالوا ما راهو حتى شيء، حتى قرار فعلي النجم نطبقوه. اليوم الإشكال نتاعنا شنو عادل؟ اللي عندنا ناس ماهوش قاعدين ياخذوا في شهري، 7% نتاع السيكتور بريفي ما نجموش يخلصوا شهري مارس، شهري افريل الله اعلم كيفاش باش يخلصوه. وباغاليل عندك الدولة قاعدة تسربي في روحها، عطاو الموظفين قالوا لهم في البنوك باش ما يخلصوش الكريديت نتاعهم توا، قالوا لهم مشاريعهم كاملة. رفض تام باش ينقصوا حتى 10% من الشهري نتاع الموظفين، الوغ ينجم يجيب الدولة هذايا 200 مليون دينار. ينجموا نحلوا بها المشاكل نتاع المؤسسات باش نخليو العباد اليوم الجواعة القهواجي نتاعك، القهواجي السبارتي اللي يخدم في حنوت كاسكروتيجي هذوك كلهم بلاش شهري، وفي المقابل عندنا ناس قاعدة تاخذ وتزيد الطالب مش يزيدوا ياخذوا فلوس من الدولة. هذا هو الإشكال الكبير نتاعنا. اليوم نحبوا نشوفوا مساعدات من الدولة التونسية للمؤسسات، مش نجموا المؤسسات تخلص الخدمة نتاعها، مش العباد ما تموتش بالشر في جرة الكونفينمون هذا اللي عايشينه توا. يعطيك الصحة نزار بهلول صاحب موقع بزنس نيوز. أكيد مراد حبيت تفاعل مع نزار ولا؟ اللي قالوا نزار موافقه 100%، حبيت تعدى النقطة أخرى. لا أنا بعد إذنك باش نتعسف عليك معناها بطريقة حضارية، نمشي مع سي هيكل. موافقه 100% جون ديغي با ميو. واضح سي هيكل، نرجع معك. في موضوعنا في موضوع البنوك يلزم نزيدوا نأكدوا أن البنوك هذه راهي متاعنا.
راهي ملك المجموعة الوطنية وراهي ندفعوا فيها باش تلعب دورها. ونحب نزيد نحيي مرة أخرى كل موظفي البنوك اللي يقوموا بدور كبير واللي هم معناها ناس راقيين وناس عندهم مستوى معين وعندهم وهم يشكلوا طبقة وسطى حقيقية. ونزيد نأكد كذلك أن البنوك لازم تلعب دورها الإنساني مع القطاعات هذه كلها، مع الناس في السياحة اللي باش يكونوا بطالة، مش حتى كتوفى الكورونا والوباء، لأنه باش تنطلق من جديد الدورة السياحية خاصة والاقتصادية عموما يلزم برشا وقت. نقطة تقنية، اليوم البنوك الدولة أعطتها 500 مليون دينار كضمان من أجل مساعدة المؤسسات، لكن ما ننسوش زاد البنوك راي عندها في كثير من المؤسسات ضمانات عقارية كبيرة تفوق بدرجة كبيرة تفوق حتى قيمة القروض أو ما تبقى من القروض، عليها أن تأخذها بعين الاعتبار هذه، وعليها أن تدعم المؤسسات اللي عندها ضمانات كبيرة موجودة عند البنوك تزيد تدعمها بغض النظر على ضمان الدولة. وهذه مسألة مهمة جدا، وانت فهمني سي محرز عشان نتكلم توا، لأن جي يعطيك ما قيمته 4 أو 5 مليون دينار ضمانات عقارية وهو مازاله من القرض نتاعه 500 ألف دينار أو 600 ألف دينار فقط. هذا يزمك بدون انتظار الدولة وضماناتها ولا احتساب ضمانات الدولة في الواحد هذا، تخرجه وحده وتعطيه. مثلا في السياح قيمة بعض النزول تشتغل بالقداء قيمة كبيرة، في قطاع الخدمات عموما عندهم عقارات معناها كضمان مدفوعة للبنوك كضمان، هذوما كذلك أنكم بغض النظر على 500 مليون ضمان الدولة يلزم يقع دعمهم ويقع مراعاتهم. على ذكر ضمان الدولة أيضا مجهودات كبيرة من الدولة التونسية، ونتحدث عن البنوك والضمانات والإجراءات إخذتها الدولة أيضا لإعادة التوانسة العالقين في الخارج، برشا تليفونات وبرشا تفاعلات وبرشا غضب وبرشا حيرة وبرشا انتظارات من عديد التونسيين. التاسعة قناة التاسعة واكبت عودة مجموعة من التونسيين العالقين في الخارج في إفريقيا بالتحديد وغادوغو والنيجر، في تقرير وريبورتاج حاتم النعات حمدي تراد في المونتاج.
نشكر يعني جميع العصولات وفرونا الرحلة هذه رحلة الإجلاء، ما كانتش راهي سهلة. العديد من التوانسة اتكلموا، عديد من التوانسة وجهوا برشا رسائل. كان هذا تقرير خاص مواكبة حصرية لبرنامج حديث الساعة لعودة التونسيين من واغادوغو ومن النيجر. برشا توانسة أيضا مراد عالقين في عديد المدن وعديد الدول، برشا حيرة. نشكر الخطوط التونسية على تأمين هذه الرحلة، وخاصة الكيباج نتاع الخطوط التونسية اللي ناس تعرض في رواحها للخطر، والتعرف اللي يمشي يعمل سفرة يدخل 14 يوم في الحجر الصحي الذاتي بصفة آلية، ما عدا الناس اللي ولا الكيباج ما يهبطش اللوطة يقعد في الطيارة نتاعه. فبرشا حيرة وبرشا تساؤلات وبرشا انتظارات، كسؤال الناس اللي في السعودية اللي في الكويت اللي في ليبيا، وحتى التوانسة اللي موجودين معناها بدون أوراق في فرنسا واللي يعيشوا في مشاكل وصعوبات كبيرة جدا. هي راهو تسكير الفضاء الجوي في العالم طرح الإشكاليات هذه، باش نكونوا واضحين، على البلدان الكل ماهيش خصوصية نتاع تونس. نفس الإشكال هاني نتبع اللي قاعد يصير في الجزائر، اللي قاعد يصير في المغرب للإخوة الجزائريين والمغاربة اللي قاعدوا لبرا، كذلك تلاين مثلا موجودين برشا في بلدان أفريقيا السوداء والدولة ملاقية صعوبات باش تجيبهم. الحق بكل صراحة يبدو لي أنه فما اهتمام رئاسي بالقضية اللي يعتبر نجم نعتبره محترم. تونس بلاد ما عندهاش إمكانيات كبيرة، ولكن حطت يعني كأولوية من أولوياتها، وأنه تروح بالتوانسة الموجودين في كافة أنحاء العالم. هذا يطرح عدة مشاكل لوجستية كما قلت أنت، مشكل الكونفينمون نتاع البيرسونيل، فما دي بيرسونيل اللي معنى أيريان اللي يرفض وأنه يمشي. ثم راهو الطيارة تمشي، هذه مش طائرة تجارية، هذه طائرة تمشي على حساب الدولة، معناها الدولة ما عندها ما تربح منها. ما نحبش نعطي رقم، ما يبدو لي معناها طيارة كيما هكا باش تهبط الوغا ولا الباماكو، نحكيو على أقل تقدير على 100 ملايين معناها بكل وضوح. ساعة ب 40 مليون. فوالا سي أبوبري سا، مش اختصاصي ما حضرتش القضية دونك، ولكن معناها نحكيو بالنسبة لبلاد كيف ما تونس على مجهود يبدو لي محترم. نقطة فقط ولو ما نعرفش شنو اللي قاعد صاير في الكواليس بالتدقيق، هنايا زاد راو غياب مرة أخرى الاتحاد المغاربي، لأنه كان جد دنيا كنا نجموا نعملوا ما يسمى ميتواليزاسيون، معناها تونس والجزائر والمغرب يقعدوا مع بعضهم يشوفوا وينهم التوانسة والجزائرية والمغاربة اللي عالقين في بلد معين، نتشاركوا باش ناخذوا طيارة كبيرة باش نجيبوهم مع بعضهم باش نحاولوا، لأنه صعيبة. لأنه أنا مثلا في يوهان راو صارت مع الجزائر، صارت مع الجزائر، أما تو زاد صعبت أكثر خاطر الفرقة برشا. نعرف توانسة مثلا موجودين في جنوب شرق آسيا، في الكمبوج، في الفيتنام، كيف في إندونيسيا، واحلين المسافات بعيدة. يبدو لي على العموم وأنه طريق اللي ماشي فيه دولة تونسية إلى حد الآن محترم مقبول بصعوبات لوجستيكية كبيرة. إن شاء الله على كل حال يقع إجلاء كل التونسيين العالقين في الخارج، لأنه بالفعل فما ناس تعيش في وضعيات إنسانية صعبة جدا. فما شوف المبدأ أن الدولة التونسية يلزمها تتحمل مسؤوليتها في مواطنيها في أي بلاصة في العالم، هذا مبدأ. مع الولايات المتحدة الأمريكية على الباسبور نتاع واحد أمريكي تقول من أجل حمل هذا الجواز يمكن تحريك الأصول الأمريكي، معناها هذيك نكتة راهي مش شوف التونس يلزمها. فما حاجات سهلة موجودة في ليبيا، هنا فما حرب في ليبيا حقيقية اليوم، وفما خطر كبير في ليبيا. يلزم الدولة التونسية تتحمل مسؤوليتها
في أن تدخل على الأقل الناس تو العالقة في ليبيا، الناس في الخليج ويدخل الحاجة الصح ويلتزم الناس يعني. في الخليج تخدم في مؤسسات هي بيدها سكرت ما عادش عندهم شهرية، معناها أعتقد أنه يلزم الدولة تبذل أكثر جهد وعلى الأقل في البقايا البعيدة ما نجموش نبعثوا لها طيارات تتكفل بيهم، فما ناس ما عندها ما عندهاش باش تصرف، فما ناس مشت للسياحة ووحلت غادي ما عادش نجمة حتى تاكل الخبز. معناها واضح إن شاء الله نلقاو الحلول العاجلة لكل هؤلاء حتى يرجعوا لتونس إلى أرض الوطن في صحة وفي أقرب وقت ممكن. تحدثت عن الولايات المتحدة الأمريكية، ربط مع سونيا اليونسي قارئة الأخبار من في واشنطن في قناة الحرة. سونيا اليونسي، كيف هي الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؟ عسلامة عادل، تحية ليك وتحية لقناة التاسعة وكل مشاهدي قناة التاسعة في تونس. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية كما تعرفوا يعني أعداد الإصابات مرتفع، تجاوز عدد الإصابات 530,000، أعداد الوفيات تجاوز 20,000، وأعداد المتعافين تجاوز 29,000. احنا كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احنا في ذروة انتشار الفيروس، علما انه اكثر من نصف المصابين والمتوفين في نيويورك، اكثر من نصهم في نيويورك، ثم جي نيوجيرسي ولويزيانا وكاليفورنيا، يعني هذا اكثر الولايات المتضررة اللي هي اصلا اكثر حركية فيها في اغلب الولايات. كذلك رئيس ترامب يدرس حاليا إمكانية فتح بعض الولايات المغلقة، لكن بعد ما ياخذ موافقة الكوادر الصحية اللي فيها حتى يأكدوا له خلوها من الإصابات بفيروس كورونا. سونيا، الحجر الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هناك التزام هناك بهذا الحجر الصحي؟ وشفنا برشا مشاكل في خصوص هذا الموضوع. بالنسبة للحجر الصحي واحترام الحجر الصحي، هوني الحجر الصحي طبعا كل الولايات هي في حالة طوارئ، والحجر الصحي محترم من قبل الجميع. هوني كل شيء مغلق، المولات مغلقة، المطاعم مغلقة، المدارس مغلقة، إلا يعني الأمن هو اللي يخدم، والقطاع الطبي والقطاع البنكي وأيضا القطاع الإعلام. الخروج إلا للتزود بالغذاء وإلا لشراء الدواء ولا للذهاب للطبيب، هذا هو يعني. المحلات تسكر، فما محلات تسكر 7-8 ماكسيموم، يعني كل الناس تسكر بكري، والناس محترمة الحجر الصحي، يعني مفهمش تجاوزات لأنه الناس واعية وخايفة أكيد. إضافة إلى ذلك يعني خلية الأزمة يوميا مع رئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بينس وكل رؤساء المراكز الطبية الحكومية، كل يوم في مؤتمر صحفي يعطيوا آخر الأحصائيات، كذلك آخر ما توصلت إليها البحوث سواء من ناحية اللقاحات أو العلاجات. فماش حالة هلع بالمواطنين، وفماش ربما مواد غذائية مفقودة كما يحصل في بعض البلدان؟ يعني من الأول فما حالة هلع، يعني كي تمشي للسوبر ماركت ما تلقى حتى شيء، خاصة من ناحية مواد التنظيف لكن يعني من الأول يعني حالة الفزع والهلع حاجة طبيعية، يعني أي إنسان يخاف دوما يسمع بالفيروس أنه انتشر في البلاد. لكن توا الحمد لله يعني رجعت الأمور عادية، رجع المواد الكل متوفرة الحمد لله، يعني وإن شاء الله يعني تتعدى هالأزمة هذه على خير. إن شاء الله تتعدى الأزمة هذه على خير. شكرا لك سونيا اليونسي على هذه المداخلة، ونتمنى لك دائما وأبدا التألق والتوفيق. عايشك، نشكرك برشا عادل، تحية ليك مرة أخرى ويا كامل فريق قناة التاسعة، قناة الأم العزيزة على قلبي، نشكركم برشا، ربي يحمي تونس، وإلى اللقاء. شكرا لك، يعطيك الصحة. إذن سونيا اليونسي على كل هذه المعلومات. طبعا مراد برشا كلام قاعد صاير في أمريكا، في الصين، برشا تخوفات من المستقبل، الناس مش عارفة وين ماشيين وقتاش باش نوقف في الطيارة هذايا. فأعتقد وسائل الإعلام قاعدة تواكب بشكل كبير ما يحدث هناك.
وي انا مولا حبيت ندخل على حاجه اخرى عادل لكذلك لانه واحنا نحكيوا على حكايه الشيكات فما تدوينه لشخصيه سياسيه عندها ضلع في الموضوع هذا وهو السي فيصل دربيل تتذكروه يذور اللي تعرفوه فيصل دربيل كان مستشار هكا ولا نتاع وخبير محاسب ونائب وكان مستشار قال هبط في التدوينه لها نص ساعه يقول سامحني بالفرنساوية عادل يقول لي بروبليم دو شيك سيرون انسيسامون ريزولو ا ترافير اون ديسبوزيسيون ليغال هل انه فما اليه مرسوم حكينا إيه لا لا معناها لكن شنو هي الاليه ما حكيناش عليها المرسوم هو التعليق هو تعليق اجال معناها الشيك كي تصب توا نسمع فهمتهاش يفهموها اكثر العباد الشيك يمشي واحد اليوم يصب شيك اون برانسيب الشيك هذاك يعمل له البنكاجي بري افي اذا ما فماش بروفيزيون طبعا ما فماش فلوس يعمل له بري افي يستنى كل اربع ايام يبعث له عدد المنفذ ومن بعد تنطلق الاجراءات في الانترديكسيون دو شيكي ومن بعد في ظرف 90 يوم تمشي للباركي تمشي للنيابه العموميه وتنطلق الاجراءات الجزائيه توا اليوم بالاجراء هذا اللي باش يكون موجود في المرسوم ستعلق كل الاجراءات معناها حتى كي يصب البنكاجي يجيه شيك غدوه ما فماش بروفيزيون لا باش يبعث بريافي ولا باش يبعث عدد المنفذ ولا هو باش يعمل حتى شيء مش باش يخلص الشيك معنيش انه باش يخلص الشيك لكن الشيك كانه معناه كان يحطه في جيبه البعد الجزائي ماهوش باش يطبق حتى البعد البنكي حتى لو كومبيير حتى البنكي ماهوش باش يطبق اش معناه حتى 90 دينار سمحنا بساعه التفاصيل يعني معناها مش تصحيح 90 دينار هو التصحيح الصغير انه الانترديكسيون تبدا بعد الديلي اللي يقدم فيه العدل المنفذ ويخلي له اكل اربع ايام كان ما خلصش سامحني خلينا نكمل كان ما صلحش فك الديلي الاولاني هذاك الاربع ايام وقتها يولي انترديد شيكي ويخلص 10% بيناليتي معناتها خطيه هو اليوم ويخلص 10% انتري للمستفيد هذا كله سيعلق فوالا هذا كل هذاك اللي هذاك اللي لو زي والعدد المنفذ ما عادش يمشي نتاع المؤسسه ما عادش يعملوا به هذا البنوك مش البنوك هذا بمرسوم يخرج بمرسوم باش يعلق مش يعلق مرسوم في انتظار المرسوم لكن عمليا معناتها عمليا المواطن يمشي الباكا وعنده شيك هو اجراءات الشيكات موجوده في 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 القانون معناها كيفاش ترجع شيك كيفاش تعمل لا في الوضعيه الحاليه المجال التجاري يتعلق هذا هو يتعلق من البريافي بيدو يتعلق هاو بصفه مبسطه اكثر اليوم اللي باش يمشي يصب شيك اليوم كان يخليه في جيبه يصبه حتى يتنحى الكونفينمون خير فهمتي ولا لا؟ يتكلم ال 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 انت تحكي عن تكلم مستفيد وانا نحب عندي مكالمة هاتفية ناخذوها مع بعضنا على المباشر. نقولوا مرحبا. مرحبا بيك. طبعا اهلا وسهلا بيك الفنان لطفي بوشناق. من غير رمي ورود والفضل لك يعود شفنا رجال تحارب وشفنا نساق جنود تونس رغم المصاعب حاذقه وربتنا تونس فيك شيء لا ممشمنا ويربطنا بغض النظر عن وضعنا وحالتنا بغض النظر عن ظرفنا الموجود عندك رجال تحارب وعندك انساك جنود من غير رمي ورود بحق اللي نادت صوتها بالعبره لكن وصل الصوت بحق السهر بحق التعب والحسره غصره وتوا تفوت معاك الجنود البيض ما تخافيش وشعارنا يا نعيش ولا نعيش بارواحنا ومهما تكون جراحنا احنا عليك نذود من غير رمي ورود عندك رجال تحارب وعندك نساء جنود بحق اللي ساهر لينا وحامينا وما قال كلمه من موت مش خايف وضحى علينا ونال الشرف والله رجال النظافه الحمل ما تشكيش وكل من معاه سلاح امن وجيش برواحنا ومهما تكون جراحنا احنا عليك نذود من غير رمي ورود عندك رجال تحارب وعندك نساء جنود برافو برافو يعطيك الصحة الفنان الكبير لطفي بوشناق حبيت نعمل تعليق تاع نحيي الاخواني اللي معاك ونحيي السادة المشاهدين حبيت نعمل تعليق على الوضع نتاع البلاد حبيت نقول من الثورة اليومنا هذا اخواتي الاعزاء تونس تعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة ومش انا اللي قلت اهل الاختصاص يأكدوا فيه وينبهوا عليه
وقالوا مازال يقولوا اللي الوضع الاقتصادي نتاع البلاد خطير وخطير جدا. هي تشخر وزادت بف، جاتنا هالكارثة، ربي فرجها على خير وربي يخرجنا منها بأقل ضرر. كل تواضع، نحب نقول الأمم الكبيرة والدول العظمى بنات وتبني مستقبلها باستراتيجية واضحة وعلى المدى الطويل وبعد نظر، ومش بالارتجال اللي اعتبره أنا شخصيا المعضلة الكبرى متاعنا في كل المجالات. نقطة ونرجع للصف. يعطيك الصحة الفنان الكبير لطفي بوشناق، نشكرك على حسك الوطني، هذا مش غريب عليك. وحبينا نراوح مع المشاكل اللي قاعدين نعيشوا فيها مع الفن، لأنه الفن ضروري، والفن هو اللي يعطينا الأمل في الحياة، والفنان ومن خلالك أنت تحية لكل الفنانين اللي يعطيونا برشا أمل وبرشا ضحكة وبرشا حب للحياة رغم هذه المشاكل ورغم هذه الأجواء. أكيد الكليب نسمعوه مع بعضنا، تحية لك انت وتحية لكل الفنانين وايضا للسادة المشاهدين والناس اللي موجودين على خط التماس يخدموا ليلا نهارا من اجل سلامة وصحة المواطن التونسي وسلامة هذا الوطن. من غير رمي ورود والفضل ليك يعود، من غير رمي ورود والفضل ليك يعود، شفنا رجال تحارب وشفنا نساك جنود، شفنا رجال تحارب وشفنا نساك جنود. تونس رغم المصايب حاضقة وربتنا، تونس فيك شي لام مشملنا ويربطنا، بغض النظر عن وضعنا وحالتنا، بغض النظر عن ظرفنا الموجود، عندك رجال تحارب وعندك نساك جنود. من غير رمي ورود معك الجنود البيض ما تخافيش، وشعارنا يا نعيش ولا نعيش، معك الجنود البيض ما تخافيش، وشعارنا يا نعيش ولا نعيش، برواحنا ومهما تكون جراحنا احنا عليك نذود. من غير رمي ورود عندك رجال تحارب وعندك نساك جنود. طبعا عندك رجال تحارب وعندك نساء جنود، كلنا جنود في هذه المرحلة الصعبة. ومرة أخرى نحب نعملوا إطلالة على العمل الكبير اللي تقوم به وحدات الحرس الوطني، مرة هذا في البحر، مرة هذه في البحر، المرافقة طبعا ومواكبة لعمل الحرس البحري من أجل تأمين السواحل التونسية. فوزي خماسي، سليم ناجي، عامر الواتي وحمدي ثرات في المونتاج. توا في مرجان قريب الحرس البحري بالوسط اللي يضم مناطق البحريه بصفاقس ومهديه وقرقنه. العمل نتاعنا متواصل كمنظومه تامين السواحل التونسيه والفضاءات البحريه. بالنسبه للوضع الامني يقتضي منا كما جميع المؤسسات اللي تخدم توا ان نلتزموا بمعطيات التوقي من الفيروس كورونا، وذلك علاش احنا الطواقم نتاعنا الكل توا زودناهم بالمستلزمات الطبيه اللازمه وماخذين احتياطاتنا في التعامل سواء مع البحاره ولا مع المجتازين. بالطبع احنا ديما في نفس الوقت لازمنا نحافظوا على تامين عمليه الصيد البحري باش نحافظوا على تزويد الاسواق بالمنتوج الصيد البحري. Thank you.
اللي لاحظناه في بحار صفاقس فما التزام من سواء كسواء من البحاره ولا من جميع الاطراف المداخله اللي في البحر، ما بحول الله ما فما حتى شيء لحد ان شاء الله لاباس. شعار شد دارك. اكيد اكيد شد دارك باش نحمي ارواحنا ونحمي بلادنا ان شاء الله. ما عندك حتى شيء في جميع نطاق المسؤوليات نتاعنا. علي ما عندوش ترخيص يسيب روحك لا كان فيك. لا يتحدى حتى الغاوية إلا اللي عنده ترخيص. تحية أيضا لقوات الحرس البحري ونشوفوا تشكيلات عديدة وطبعا عمل كبير يذكر فيشكر. نحب نذكر أيضا أنه كنا عدينا التقرير حول العمل الكبير تقوم به وحدات الحرس الوطني الفرق الخاصة لمقاومة الإرهاب، والعملية حبينا نأكدوا أنها عملية بيضاء، حبينا نوريو كيفية العمل كيفية الاستعداد وكيفاش الناس موجودة على خط المواجهة لحماية تونس ولحماية التونسيين أينما كانوا في ظل وضع صعب ودقيق تمر به البلاد. نشوفوا الرجال شو قاعدة تعمل ونشوفوا القوات نتاع الأمن الداخلي تضحياتها وتواجدها في كل شبر من نقاط الجمهورية. مرة أخرى نحييهم ونحيي الجيش الوطني وأيضا الإطارات الطبية وشبه الطبية وأعوان البنوك والتجار والناس الكل 1.5 مليون اللي قاعدين يخدموا كل يوم، وحتى الإعلاميين وزملائنا هنا اللي أمنوا في هذا البث المباشر باش نوصلوا لكم المعلومة ونوصلوا اقتراحاتكم وتفاعلاتكم وحتى استفساراتكم. هكا ولا سي محرس؟ صحيح. الكلمة تختام مش خليها لك انت، ربما بعض التفاعلات من الحضور حتى نلخص بسرعه اهم ما جاء في هذا الموضوع. اليوم حكينا وشخصنا الوضعيه بشكل كبير جدا، لكن ما نجموش ربما موضوع البنوك يتطلب اكثر من حسن، لكن الثابت شو المطلوب اليوم من البنوك وشو المطلوب من الدوله حتى نحمي المؤسسات ونحمي المواطن على حد سواء. انيس. تيليغرافيك كالعادة. أول حاجة الكلمة اللي قالها بكري نزار بهلور يعطيه الصحة، يكتب بالقداء، أما نقصوا للموظفين باش نعطيه لعباد أخرين أنا مانيش موافق، ما نقصوا لحد أما نعاونوا اللي يستحق. اثنين، الجانب الاجتماعي مهم جدا، أهم نقطة اليوم في تونس هي الجانب الاجتماعي، الباقي الكل تو يجي. اليوم يلزمنا نحافظوا على التونسي ونحافظوا على التوانسة الكل، التوانسة الكل ما يلزمهاش تجوع. ثلاثة، حماية القطاع الخاص. راهو القطاع الخاص هو اللي باش يحمي الثورة، يحمي البلاد وباش يخلق الثروة. ونعاونوه باش يخلق الثروة. إن شاء الله ربي يستر، وهل الأزمة هذه تتعدى على خير، وتكون فرصة باش نعملوا قفزة رقمية وقفزة في الخدمات للبنوك ولغير البنوك. وأنا نحب نقول كلمة أخيرة. تفضل. يزينا من شيطنا ومن شيطنا حد. كلنا توانسة، واللي يغلط نعاونوه ونقوموه ونخدموا معاه. وهذاك كيفاش باش نقدم؟ مادام النوايا طيبه اكيد، وحتى حد ما يشك في وطنيه الناس، واليوم شفنا اهتمام والتزام من كل التونسيين ووحده غير مسبوقه، فماش سلطه وماش معارضه لكلنا ورا الدوله اليوم التونسيه اللي تحارب في وباء، ولابد ان تتكاتف كل الجهود حتى نخرج من هذه الازمه بسلام وباقل الاضرار الممكنه. ان شاء الله. تفضل سي زياد. موافق سي انس 100%. نحب نقول حاجه عامه، كان كل واحد يتلهى يعني بالامور الانسانيه نتاعو، كل واحد يوري الطابع الانساني والاجتماعي نتاعو، ما نزيدوش على بعضنا. هذايا كابوس يعني ماهيش ازمه عاديه، وفما قبل الكورونا العالم، قبل الكورونا والعالم بعد الكورونا. ان شاء الله ناخذوا كما قال سي انس فما قفزه نوعيه، وان شاء الله نتعداو الى عالم وين الاستهلاك
كمية الاستهلاك مش مهمة، جودة الاستهلاك وجودة علاقتنا مع الإنسانية هذا أهم حاجة حسب لي أنا. والاقتصاد تو بعديك نشوفوا هذاك نجم نلقاو حلول. سيهيكل، أنا عموما يلزم رأس المال نتاعنا ندفعوه، هو فيه الكثير من الوطنية، لكن ندفعوه أنه يكون وطني بامتياز. يلزمنا نبعدوا عن نهج ما يسمى بنهج الكمبرادور اللي يهمه كان في الربح. يلزم يكون رأس مال يشعر بالبلاد، يشعر بالمواطن، يشعر بالشعب، ويلزم يكون رأس مال يساهم في تحقيق الرخاء والثروة وتقدم البلاد. هذا هو المهم. نحب نزيد نعاود تحية للقطاع البنكي وللبنكجية الكل وللنقابيين في البنوك، وأنا كنت مسؤول نقابي في البنكة وأنا أفتخر بتلك التجربة، تحية من القلب، لأنهم يعملوا في توازن اجتماعي كبير داخل البنوك، ويمكن يساهموا هم بالقدر الأكبر من تحقيق هذه الأرباح. وإن شاء الله رأس المال في البنوك أن يخليهم زادة يشركهم في الربح بشكل كبير، مش بالضغط فقط. مراد عادل، أنا مش نعمل خاتمة إنشائية لأنه تقريبا قالوا كل شيء، باش تسمح لي وأنه جوست نعطي التفاعلات الكبيرة جاءوا يمكن 200 ميساج. حبيت نقول الملاحظة العامة متاع الناس الكل اللي يراوا فما فرق كبير ما بين الواقع وما بين الكلام اللي قلته سريحي مع اعتذاراتنا، أنه نسبة كبيرة من البنوك اللي بجوز حروف واللي بثلاثة حروف واللي بأربع حروف واللي حتى أطول وبلوينها الكل الخضراء والزرقاء والحمراء والصفراء الكل ما هيش قاعدة تطبق في القرارات اللي انت قلته. ليزاجيو قاعدين يتاخذوا، فما الفورمولير ذاك اللي حكيت عليه فيسك ما تجمش تصبه في القباضة، يزمك تهزه للعدل المنفذ. فما مسألة في توسيع في تأخير بلوتو القروض، حكاية ليزاسيورانس، يبدو أنه المواطن مش يخلص ديزاسيورانس. فما لي غارانتي بور بري كيف كيف اللي قاعدين تطلبوا فيهم واللي يطرحوا إشكال كبير. وفما سامحوني يقولوا لي وأنه كذلك لي كارت دو كريدي ما زلتوا تاخذوا فيهم، ما نحكي من البنكة من البنكة نفسها. دونك هذا الكل راهو مرة أخرى حكاية متاع وقت، والوقت يجري، ويبدو لي أنه إن شاء الله المسألة هي مسألة وقت ومش مسألة حاجة أخرى. البنوك تحتاج اليوم لتفكيرنا السياسي داير والاقتصادي، يحتاج إلى التغيير والإصلاح والخلق. فما شخصيتين سياسيين نستنى مساهمتهم في النقاش هذايا حول مسألة البنوك، وما شوية بركة لشدوا الحكومة، ما نشكوش طبعا في سيد ليس فخفاخ وما سي حكيم بن حمودة وسي فضل عبد الكافي، وأكيد أنه عندهم ما يقولوا حول القطاع البنكي. نستناو منهم أنهم يتحركوا وأنه على الأقل نسمعوا صوتهم من كونتريبيسيون منهم. وتبقى الموضوع اللي أهم، وهذا الموضوع أنا مانيش خبير اليوم لبست جبة الخبير، هي طبعا البنك المركزي وسي مروان العباسي. ما نجمش ما نجموش اليوم نقبلوا الوضعية اللي هي موجودة من غير ما نحسوا رغبة في التغيير من طرف البنك المركزي. كما حكيت التمام اللي حكينا فيها، إذا كان اليوم تنزيل التمام، سامحني باش ندخل في حاجة تقنية ونختم بها، ما يقولون على الانفلاسيون. الانفلاسيون سامحني باش نتكلم، قريت راني قبل ما نجي الانفلاسيون ما فما حتى ريسك نتاع انفلاسيون، ما فماش ريسك دو شانج بيسكو المبادلات الاقتصادية واقفة في العالم، ما فماش كونسوماسيون. علاش سي مروان العباسي مازلنا معناه قاعدين والبارين تاع البترول تاع قاعدين فيها تي ام ام هذايا العالي اللي يمنع البنوك من ان تخلي الشركات الصغيره والمتوسطه تاخذ قروض بتو اقل باش تربحوا فيه. يا سيدي ما يهمش اربحوا اوموا من ان تو اللي يبدا اللوطة يبدا 1 ولا 2% كما قال عادل قبيليكا، الوضع استثنائي. دونك سي مروان العباسي نستناو منه اجراءات استثنائيه تخرج شوية على الدكترين متاع الانفلاسيون واستقلالية البنك المركزي. أكيد منعتنا من حاجات أنه الانفلاسيون ما طلعتش، ولكن الانفلاسيون في حد ذاتها راهي ما تحلش مشاكل البلدان. اخرجوا أمريكا اش قاعد تعمل، اخرجوا فرنسا اش قاعد تعمل، راهو توا يلزم نخموا في بلادنا ومش في المنظومة الاقتصادية متاع البنك العالمي. مع كل احتراماتنا للبنك العالمي، أنا راني مانيش لاني شعبوي ولاني متطرف ولا نحلم بنظام شيوعي في تونس. يعطيك الصحة مراد. وأنا سؤال ممكن تجاوب عليه أنت وسي محرز، بالنسبة للإجراءات الخاصة بالشيكات، هل ينطبق الأمر زاد على الشيكات اللي تثبت منذ انطلاق الحجر الصحي، ولا الشيكات اللي باش تصب توا انطلاقا من هذا الإجراء، من اتخاذ هذا الإجراء؟ هو كيف ما قلنا التغيير
قانون بقانون. القانون باش يتبدل بمرسوم. المرسوم هذا باش يعطي الإمكانية أنه للحرفاء اللي يسيبوا شيكات باش يرتئم معناتها ما ناخذوا لهمش لا بيناليتي دو روتار لا الانتيري اللي هو للحريف معناتها المستفيد ولا الانترديكسيون تشيكي باش يكون ريتروكتيف والا مش ريتروكتيف نورمالمون حسب المعقول انه الهيئه هذه اللجنه اللي في رئاسه الحكومه باش تنظر للحالات هذوما وتفعلها خاطر ما فماش ناس توا العضو المنفذ كيف ما قال ماهيش تخدم المحاكم ماهيش تخدم كان في حاجات ما يلزمش واحد فرض وواحد سنه زاد اذا اتخذ قرار على خاطر فما حجر صحي لابد ان ينطبق على الجميع. انا اعتقد ان باش يكون من الحجر الصحي معناها حتى التاريخ سيكون مذكور من تاريخ اعلان الحجر الصحي وهذا لوجيك دي شوز. فما نقطة ممكن مهمة برشا ما تعرضنا لهاش هي اللي هو وهي ممكن معقدة أكثر موضوع الليزينج موضوع الإيجار المالي. بتجاوب عليه أنا أسألته على الليزينج هذه يلزمها تكون زادة في صلب مشكلة كبيرة. فما مواضيع سامحني باش نقول كلمة خاطر زادة نسيته مئات الآلاف من التوانسة ما يسالش قبل ما ننساه التوانسة المقيمين في الخارج نحييهم خصوصا التوانسة اللي في فرنسا خاطرني خاطرهم هذوكم قريب لهم برشا عملتوا احنا شفنا مناشير داخلية ودي دوكيومون انترن في بنوك تقصيهم من ليزافونتاج راهو التوانسة اللي عايشين في فرنسا في باريس في مارسيليا في ليون في بلايص أخرين متعذبين ناس خرجت للشوماج وهذوك وطنيين ما يجيش وانا نحلبوهم سامحوني في الكلمه وقت اللي عندهم فلوس وقت الازمات بدات ما توقفش معاهم دونك اي 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 كيفاش يقولوا قرار لصالح التوانسه اجراء لصالح التوانسه على الاقل يستنفعوا به جزئيا وراءوا التوانسه نتاع الخارج اللي في بلدان العالم كل قلبهم ينبض على تونس مليون مره قد التوانسه نتاع تونس لانهم هما بعاد على الارض وتعطيهم هكا يرجعوا لك هكا وسامحني كان قصير. أنا بالنسبة لي زادة نعتبر أنه اليوم يلزم إجراءات استثنائية وعقلية أخرى يلزم المحافظ البنك المركزي وهو رجل محترم جدا وذكي ويفهم أن الوضع الاستثنائي يلزم ما يخممش في أكلينارم اللي تعود عليها نتاعها وطو دانفلاسيون يلزمني الرفع في التيامام ويلزمني نعمل هكا ويلزمني نعمل هكا يلزم مقاربة أخرى للتعامل مع الجائحة هذه ومع الفترة في الفترة هذه أنه القواعد كل هذيك اليوم ما نسحقوهاش ومش موجودة يلزم يهبط التيامام يلزم تكون إجراءات استثنائية وتكون معناها جريئة البنك المركزي يكون هو مستقل الآن يورينا استقلاليته بالحق في المكافحة نتاع الوباء هذا. أنا نجاوبك نقول لك اللي سيد محافظ البنك المركزي عمل إجراء استثنائي أنه علق معناتها المرابيح هذوما نتاع البنوك والمؤسسات الماليه اون فا با لي ديستريبيي تعليق حتى نشوفوا شنو هو اللي باش يصير. سيد محافظ البنك المركزي زاد التو دانفلاسيون الانفلاسيون تعدات من 5.8 ل 6.2 وما طلعش في التيامام هبط بالعكس معناتها كي هبط 100 نقطه قاعديه للتو ديريكتور مش على خاطر طلع الانفلاسيون زاد طلع هو في النقطه ما تعني حتى شيء لا مثالش معناتها نحكي على الاجراءات الاستثنائيه هو تعدينا احنا توا ما نحكيوش على الانفلاسيون سوجاسون نحكيو على التضخم اللي تعدى من 5.8 ل 6.2 توا داكور هذه من ناحيه بالنسبه للخيان اللي بعثوا لك وقالوا لك اللي راهو الاجراءات مش قاعده تصير عشرات مثالش راهو صحيح تنجم مش قاعده تصير على خاطر كيف ما قال بكري سي انيس فما منظومه معلوماتيه قاعده تتنا كل مره خاطر كل مره قاعدين نبدلوا حاجه الاجراءات كل يوم تتبدل في الانفورماتيك كل يوم معنا. كل يوم تتبدل تبقى انا نقولها وباسم لخيان الكل في القطاع البنكي انه الحريف اللي عنده قرض نتاع افراد ولا نتاع شركات باش يتمتع بالاجراءات كامله ما فيها حتى نقص ولا زياده
معناتها هذا بالنسبه للموضوع هذا. بالنسبه للمنشور اللي قالوا على التوانسه اللي عايشين برا، أنا مش منشور. أنا بصراحة نزه هي وثيقة دارت حصلت أنا عليها صحفيا، ما نجمش نقول سامحني حصلت عليها. أنا نزه زملائي في البنوك على خاطر بالنسبة لي أنا نقول لك نزه زملائي في البنوك على خاطر بالنسبة لنا التوانسة اللي البرة أكثر بياسر بالنسبة لنا نحسوا عليهم أكثر، خاطر كيف ما قلت سيادتك هما في الغربة ويحسوا على تونس. دونك اللي عندهم قروض في تونس لهنا باش يشملهم نفس الإجراء بكامل حذافره، ما فماش حتى نقص زاد فيه باش يشملهم القرار. بالنسبة لليزينك والفاكتورينك هما زاد كيف مشمولين بالمنشور عدد 6. وراو البنوك بالنسبة لنا البنوك أول حاجة البنك المركزي تدرس مع مؤسسة ليزينك، وفي بالي فما قرار أخذوه للمؤسسات نتاع ليزينك اون ماتير دو فينانسمون، وحتى من هنا الغادي احنا كبنوك واقفين مع لي كومباني دي ليزينك واقفين معاهم، خاطر هما بيدهم قاعدين يعطيو نفس الاجراءات ونفس معناتها اللي عطاتهم البنك المركزي للبنوك بما يخص الشركات يستعملوا فيهم هما للحرفه نتاعهم. دونك ليزينك والفاكتورين باش ياجلوا ليزيسيونس 6 موا كالعادة، معناتها من أول مارس 7-6 موا من أول مارس حتى الـ 30 سبتمبر. الإجراءات هذوما كان يسيروا ويطبقوا في الأرض الواقع حاجة إيجابية، أما أنا نطلب حاجة منكم كصحفيين في تونس، لازموش نعملوا كيما لي زيفي دانونس نبداو من الأول متحمسين، نعملوا ان سويفي دون 2-3 سيمين حتى حلقه نتاع نص ساعه باش نشوفوا ثلاثة جمعات حتى مع بعض اخرين بعد جمعتين نجم نعملوا حلقه بنفس الحكومه باش نشوفوا كان تنفذ هذاش عندنا نعملوا. احنا في هذا في وضع تاع حرب تو لا عندك الحق جمعتين ثلاثة جمعات برشا 21 يوم 21 يوم هذا بالنسبه للليزين. بالنسبه للجمعتين تتعهد انك تكون حاضر معنا هنا مرحبا بالعكس احنا لهنا وصلت الاجراءات على مستوى كيف ما قالوا لخيان وقال سي انيس يسمح بالاذن من الاداره شوف لا تبكل الاداره تاع البنك الامان متعاونه معنا وبالحق سماحز الحمد لله اول ما قلت قال لنا مستعد نكون حاضر وشجاعه منه هو لانه مسال بنكاجي واطار بنكي يتعامل بكل برشا اسئله وبرشا استفسارات وبرشا تذمرات من البنوك هو عنده رحاب بالتنسيق مع ان شاء الله المهم يقنعنا ويقنع الراي العام اللي قاعد يتفرج وخاصه الاجراءات تكون عاجله وفاعله وجريئه وغير مسبوق. صحيح. بالنسبة للقطاعات الأخرى عندنا قطاعات التوريزم معناتها القطاع السياحي والقطاع البعث العقاري وقطاع الترافو دو باتيمون، هذوما قطاعات اللي تقلقوا ياسر وتمسوا ياسر من مستوى عندهم عوام إجراءات هذه باش تشملهم، ما احنا يلزمنا نفكروا كيفاش نلقاو لهم حلول وعملنا حلول. علاش ما شاركوهمش حتى شاركنا مع الفيدراسيون نتاع لوتيلري، شاركنا مع الفيدراسيون نتاع البروموسيون الموبيليير، كل قاعدين فما اقتراحات عمليه ان شاء الله. مثلا نعطيك الكتاب الابيض بالنسبه للتوريزم قاعدين خدمنا عليه برشا وفيه اجراءات اللي هو تعاون القطاع ككل من الوتله اللي بعده. فما زاد كيف بالنسبة للخيان الكل نطمنهم ونأكد لهم أنه الإجراءات هذه بعد جمعتين ولا ثلاثة جمعات تشوف اللي تفعلت عند الناس كل، وما ننساوش زاد فيما يخص أولادنا اللي يخدموا اللي طلبة البرة والناس اللي مشات في تكوين مهني البرة شملهم زاد منشور باش نسبقوا لهم الواحد هذه المنحة متاعهم منحة الإقامة تاع لموا دو ماي وجوان نسبقوهم لهم باش هما بيدهم نعاونوهم في المحنة ذي. يعطيك الصحة على ذكر نعاونوهم برشا تفاعلات أيضا قول لي فما رجل أعمال تونسي قام طبعا تطوع بجلب مجموعة من التونسيين عن طريق تأجير طائرة خاصة من ليبيا وحطهم في نزل على حسابه الخاص في طبعا الحجر الصحي. هذه هي ربما المواقف اللي لازمنا نشيد بها وهذه هي المواقف اللي وما يحبش يذكر اسمه وهذه هي المواقف اللي لابد ان نمشيو الناس كل في نفس الاتجاه. قوتنا في وحدتنا،
قوتنا في تكاتفنا وفي تواضعنا، لأنه في التواضع قوة، وخاصة المؤسسات اليوم القادرة نحميها ونوقفها على الساقية حتى ترجع بأكثر قوة وتحافظ على موارد الرزق، حتى نحافظ على النسيج المجتمعي وعلى الطبقة الوسطى اللي حكى عليها مراد. لابد أن الناس كل تتعاون، وعنا ثقة كبيرة في البنوك التونسية رغم بعض المآخد وما أكثرها، أنه تكون في مستوى المسؤولية وفي مستوى الأمانة وفي مستوى انتظارات الشعب التونسي بكل أطياف. الروحة كان هزيل جدا، معناها كانت قيمته 125 مليار أمام حجم الأرباح. كان المجهود اللي يعملوا فيه عمال البنوك، موظفي البنوك الآن بقيادة نقاباتهم للتبرع، يمكن يضاهي تبرع من اللي ديفيدوند نتاع على كل حال. البنوك تدفع سنويا من 2017 قرابة 170 مليون دينار في نطاق الكونتريبيسيون تاعها في الفون دو كوفرتور تاع لي ديبو دو لا كليونتيل. كل عام تدفع 170 مليون دينار كل عام اليوم، وكان جد دنيا دنيا الارباح هذه تتعطى تشطر تشطر من الدولة. في هيك 50% من أرباحي يا دولة يا شعب تونس، هيك 50% من أرباحي. هاي كيفاش تكون يعطيك الصحة بحق وطنية بالحق. يعطيك الصحة، كنت سعيد جدا بوجودك معنا، وأكيد أنت نائب فاعل، ونتمنى أن يتحول القول إلى فعل في مجلس النواب وتساندوا القرارات نتاع الحكومة والإجراءات الحكومية، لأنه الفصل 70 اللي استوتوا عليه يعتبر سابقا قاعد ينتظر يعني حتى يزرف، لأنه فما جزء من الحكومة وأنه يساند في الحكومة بشكل بشكل واضح ما دامها ماشية في التوجه الاجتماعي. يعطيك الصحة. أيضا مراد، كنت سعيد جدا بوجودك معنا المشاكس في موضوع البنوك، شفت يعني المداخلة نتاعك في اليافام، تحية لك أنت ولكل الزملاء في اليافام. ولكن قلت أنت احنا عندنا ثقة، هذيك طبعا حسن النية، معني النية الطيبة هذيك حسن النية موجود، ولكن عينينا محلولة على اليسار، لأنه يجب التغيير والإصلاح. باه، وقلنا بعد جمعتين نرجو إذا ما صارتش ربما تطورات في الاتجاه الإيجابي. أيضا أنيس لوهابي مشكور جدا على الحضور. زياد جيجا، كنت سعيد جدا بوجودك معنا، وشكر موصول لمحرز الرياحي على رحابة الصدر وعلى تقبل كل هذا الكم، ويحيي التوانسة ويحمي العالم كل من يعيشك يعيشك ان شاء الله. امين يا ربي، ان شاء الله. قلت على هذا الكم الكبير من الاسئله، نخدموا على رواحنا وندخلوا في الاصلاحات ان شاء الله، باش نربحوا وباش ننتصروا وغدوه خير باذن الله. وغدوه خير، وعلى انغام جورج وسوف اكيد يا ليل ابعث سلامي للناس الطيبه، واكيد احلى ناس احلى مشاهدين. الى اللقاء، وتصبحون على محبه.